السلام عليكم ورحمة الله، حي والله نورت قناتي. كيف حالكم؟ طيبين مبسوطين؟ اليوم صورت لكم التوت البري في السويد، حان موسم التوت البري، فقلت أروح أصور لكم زي كذا مشوار. رحت بالدراجة 50 دقيقة ورجع 50 دقيقة، والله بس الطلعة مرة حلوة كانت، لكن يعني هوا شديد كان اليوم. والتوت البري هذا حلو لذيذ وكذا يعني، لكن مليان شوك، شوية فيه له شوك يعني الشجر حقه، لكنه كان مرة حلو. يلا تعالوا نشوف الفيديو. اول شيء اخذ الدراجة حقتي. طبعا هنا في السويد عندنا كل شيء له خط، يعني مثلا هنا دحين الخط اللي انا ماشي فيه هذا خط الدراجات، على يميني خط المشاة، على يساري هناك فوق سيارات، في كل مكان يعني في السويد هنا في كل مكان تحصل نفس الشيء. عشان ايش؟ كل واحد له طريق. الحمد لله المكان هذا هو المكان. راح نمشي شوي في الغابة ونقطف إن شاء الله الكرز. طريق الحصان، ما أجمل الحصان ده، أحسن السويديين عندهم ضخمة، ما في احسن من الحصان العربي حقنا. بس لكن اشوفه كيف حلو شكله، هي فينو قاعد ياكل داخل جوة الغابة. ادور على توت البري ونشوف اذا في توت بري جوا. والله هذه الغابة هنا قدامي، انتو شايفين ونشوف جوا. خليكم معايا. Fantastiskt att man kan ta sig med cykel från mitt inne i stan och så hit. Ja. Det jag gillar med Göteborg. هاي الإحساس جوة الغابة، إحساس جميل جدا جدا. غابة
احلى شيء. والحين جالس ادور على التوت البري ماني محصل للان. يلا ان شاء الله احصله دحين متى نوصل بس نحصل. جالس ادور وادور 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 على التوت البري ماني محصل. ادور معانا السله. أو هنا حصل هو التوت البري، تعرفونه؟ هذا منيح، يكون أسود يكون على المشكلة انه في له شوك، فالواحد لازم ينتبه. شوك. الواحد انتبه لما ايش يقطعهم يقطفهم. شوفوا كيف هنا في ناكل كمان شوي، عرفتوا؟ مدار حصلت مره كثير في المنطقه دي. شوفوا الحين، شوفوا هنا، تعالوا معي هنا جوا. شوفوا قديش يا عيني يا عيني على الكنز، يا محلاك يا محلاك، شايفين يا محلاك على طول. لذيذ لذيذ مرة. لما يكون ناضج يكون سكري كذا شوية، لكن لما يكون لونه أحمر يكون مرة كذا حامض، لكن لذيذ. وعاد المنطقة اللي أنا فيها زي ما أنتم شايفين قدامك البحر، تسبح بتاكل أحلى يوم. إحنا وصلنا شباب لنهاية الفيديو، وقلت دحين أخذ لي باوس هنا، عرفتوا؟ أستفرد بالتوت البري وأقعد هنا قدام البحر أكل، وإن شاء الله يعني كل واحد يتمنى يجي مثلا هنا سياحة أو شيء، إن شاء الله ربنا يعني يساعده ويرزقه ويجي على السويد ويقطف معايا توت بري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يسعدكم كلكم شباب، واذا زي ما قلت لكم عجبكم الفيديو بالله لا تنسونا من الاشتراك واللايك، تمام؟ وان شاء الله راح احط لكم فيديوهات اكثر واكثر ان شاء الله الجاي احلى باذن الله تعالى. واشكركم جدا لدعمكم، ولا تنسوني من دعواتكم شباب، ومع السلامه.